هناك من يطرح سؤالا او ربما يثير اشكالا حينما استعمل هذا المصطلح اي مصطلح انه مصطلح الحقيقه المحمديه ما هو هذا السؤال؟ ما هو هذا الإشكال؟ فإنه يقول: هذا المصطلح من مصطلحات ابن عربي الصوفي ابن عربي الأندلسي إنه الصوفي المعروف والذي يتخذه عرفاء الشيعه اماما في عرفانهم وفي عقيدتهم اجيب على هذا الاشكال هذا التساؤل اولا بامكاني ان استعمل مصطلحات اخرى الصادر الاول المخلوق الاول النور الاول الكلمه الاولى الروح الاولى هناك مجموعه من العناوين ومن المصطلحات وردت في رواياتهم وأحاديثهم الشريفه لكنني استعمل هذا المصطلح لوضوحه فهو مصطلح واضح ومباشر ومباشر جدا وهذا المصطلح صحيح من انه يتحدث عن اعمق المعاني لكن السامع حين يصل هذا المصطلح الى مسامعه ينطبع معنى اجمالي صحيح في ذهنه وهذا هو الذي نقصده في التعليم الصحيح في التبليغ الصحيح في الاعلام الصحيح فانا في مقام عرض العقائد وعرض المعارف علي ان اختار المصطلحات الواضحة. والواضحة ولو بقدر إجمالي عند الجميع. فحينما أريد أن أضع العقائد بين أيديكم لابد أن أستعمل المصطلحات الواضحة البينة وأتجنب ما لا يكون واضحا ولا تكون المعاني بسببه ليست جليه لهذا السبب انني استعمل هذا المصطلح صحيح ان ابن عربي استعمل هذا المصطلح في كتبه ولربما شاع هذا المصطلح بسبب عرفاء الشيعه الذين تاثروا بكتب وبفكر وبتصوف ابن عربي، هذه قضيه حقيقيه ابن عربي الصوفي استعمل هذا المصطلح بوضوح وبكثره في كتبه. وشاع في اوساطنا بسبب تاثر عرفاء الشيعه بفكر هذا الصوفي وشاع هذا المصطلح وانتشر هذا العنوان في وسطنا من هذه الجهه اذا كان المصطلح واضحا وكان المصطلح صريحا الفاظه جميله دلالته جميله وواضحه فليس هناك من ضير من استعمال هذا المصطلح وهو يرتبط بحقيقه محمد وال محمد فابن عربي لا يملك محمدا وال محمد وما هو بالمتفرد بملكيه معارف الدين حتى يكون هذا المصطلح مصطلحا خاصا به وحتى لو كان كذلك فنحن في مقام العلم والتعليم والتبليغ والاعلام والصدع بالحق نحن بحاجه الى المصطلحات والى العناوين التي تكون واضحه قد يقول قائل من ان استعمال مصطلحات المخالفين بشكل عام لا اتحدث عن مخالفي سقيفة بني ساعده عن المخالفين بشكل عام وخصوصا في المعارف الدينيه وبشكل خاص في العقائد وبشكل اخص فيما يرتبط بعقيدتنا بمحمد وال محمد صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين اقول هذا الكلام صحيح وصحيح جدا ولكن اذا كان لتلك المصطلحات من اسقاطات سيئه من اسقاطات منافره لثقافتنا وعقيدتنا ما نحن نستعمل المصطلحات من كل العلوم من الفلسفه من العرفاني من التصوف من علم المنطق من علم الكلام من علم الرياضيات من علم الفيزياء من علم الالكترونيك من ومن ومن المصطلحات هي عناوين موجزه اذا كانت مفهومه بشكل واسع عند جميع المتلقين او عند اكثرهم فهذا سيساعد في ايصال المعلومه الصحيحه بسهوله ويسر قطعا هذا الكلام كله اذا كان هذا المصطلح فعلا هو من المصطلحات الخاصه بابن عربي هذا أولا وثانيا هذا المصطلح في بنيته اللفظية مصطلح جميل الحقيقة المحمدية فكل شيء له حقيقة والمحمدية هي حقيقة والمحمدية منسوبة إلى محمد صلى الله عليه واله البنية اللفظية جميلة وجميلة جدا حقيقة ومحمدية وأما الدلالة فإننا قطعا نستعمل هذا المصطلح في المضمون الذي ناخذه من قرانهم المفسر بتفسيرهم ومن حديثهم المفهم بتفهيمهم لا شان لي بما يفهمه ابن عربي لا شان لي بما يفهمه المتصوفه من هذا المصطلح ولا شان لي بمقاصدهم حينما يطلقون هذا المصطلح وكذلك بالنسبه لعرفاء الشيعه او لغيرهم من فلاسفه وعلماء الشيعه لا شان لي بهم اذا ما استعملوا هذا المصطلح ولا شان لي بما يفهمونه وبما يقصدونه حينما يستعملون هذا المصطلح هذا مصطلح جميل في تكوينه اللفظي واما في التكوين المعنوي فاننا ناخذ المعنى من قرانهم المفسر بتفسيرهم ومن حديثهم المفهم بتفهيمهم صلوات الله عليهم ومع كل ذلك فإن ثقافة العترة الطاهرة علمتنا من أنه ما من حق في أيدي الناس إلا وقد خرج من علي هذه ثقافة العترة وهذه أحاديثهم وحينما يتحدثون عن أي حق في أيدي الناس لا يتحدثون عن الحق الذي انتشر بين الناس منذ زمان علي والى يومنا هذا انهم يتحدثون عن كل حق في ايدي الناس منذ زمان ابينا ادم والى يوم القيامه فانه ما من نبي نبئ إلا بنبوة محمد وعلي والأئمة من بعده الأئمة من بعده أولهم فاطمة وآخرهم القائم فما من نبي نبئ إلا وقد نبئ بنبوة وإمامة وولايه محمد وال محمد صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين فكل خير عندهم وكل حق عندهم من هذه البوابه العظيمه فمحمد مدينه العلم وعلي بابها ومحمد مدينه الحكمه وعلي بابها والحق مع علي يدور معه حيثما دار فما من حق في ايدي الناس الا وقد خرج من علي وفي احاديثنا ايضا في ثقافه العتره الطاهره ما من حق في أيدي الناس إلا وقد خرج من هذا البيت من بيت محمد وعلي وفاطمة وأبناء فاطمة من المجتبى إلى القائم ما من حق ما من خير ما من هدى ما من علم صحيح ما من معرفة واضحة بينة جلية إلا وقد خرجت من هذا البيت فليشرق الناس وليغرب وليشرق ابن عربي وليغرب فإن العلم وان الحق لا يؤتى الا منها هنا من قرانهم المفسر بتفسيرهم ومن حديثهم المفهم بتفهيمهم وحينما اطلق هذا المصطلح الحقيقه المحمديه فهذا كله حق وكله خير حتى لو ان الناس اخذته من ابن عربي وانتشر بيننا وفقا لهذه الفرضيه فان الفضل في هذا الحق يعود لعلي وال علي ما هي ثقافه العتره هكذا تقول وهذا موضوع بحاجه الى تفصيل ومع كل هذا فإنني لا أخذت المصطلح لا من ابن عربي ولا من عرفاء الشيعة ولا من كل هؤلاء هذا المصطلح إنني جئت به من حديث متحدث تحدث به قبل الهجرة في العصر الجاهلي متى توفي ابن عربي ابن عربي بحسب ما نعرف توفي سنة ستمية وثمانية وثلاثين للهجرة هذا هو المعروف عن تأريخ ابن عربي الصوفي توفي سنه ستميه وثمانيه وثلاثين للهجره المصطلح هذا جئت به من حديث متحدث تحدث به قبل الهجره وقبل البعثه ايضا النبي كان موجودا حينما تحدث المتحدث الذي اخذت منه هذا العنوان النبي كان موجودا وكان ذلك قبل بعثة النبي بأكثر من عشر سنوات بأكثر من عشر سنوات تحدث المتحدث الذي استقيت منه هذا المصطلح قبل بعثة النبي بل تحدث هذا المتحدث قبل ولادة أمير المؤمنين كل ذلك كان في العصر الجاهلي من هناك جئتكم بهذا المصطلح وبهذا العنوان من هو هذا المتحدث الذي استقيت منه هذا العنوان ولربما ابن عربي استقى هذا العنوان في كتبه من لا شان لي بابن عربي ولكنني استقيت العنوان من والد امير المؤمنين من ابي طالب صلوات الله عليه انه اخر اوصياء ابراهيم الخليل وثقافتنا التي هي ثقافه العترة الطاهره تحدثنا من ان جميع أوصياء ابراهيم انبياء فابو طالب نبي صلوات الله عليه لا تعبا بما يقوله النواصب لا تعبا بما يقولون هم يتحدثون عن كفر ابي طالب ومن انه مات كافرا لماذا تعبؤون بهم وتقولون ماذا سيقولون عنا فليذهبوا هم وما يقولون الى الجحيم لاصيرن سرابيت مثل مراجع النجف لاصيرن طايحتكم مثل مراجع النجف حينما يريدون ان يقولوا شيئا يحسبون للنواصب الف حساب لا يصيرون سرابيت مثلهم نواصب سقيفه بني ساعده احرار فيما يعتقدون واحرار فيما يقولون وسيسالون عن عقائدهم وعن اقوالهم ونحن احرار فيما نعتقد وفيما نقول وسنسال ايضا عن عقائدنا واقوالنا هذه عقيده ليست فيها مجامله يضحكون علينا نحن نضحك عليهم ايضا لماذا نعبأ بهم هل يعبؤون بنا هم لا تصيرون سرابيت مثل مراجع النجف مراجع النجف سرابيت مراجع النجف طائع عظم حينما يحسبون للنواصب الف حساب في كل كلمه يقولونها ما هو هذا الذي جرهم الى الضلال والى الابتعاد عن منهج العتره الطاهره ما هو هذا الذي جعلهم ينقضون بيعه الغدير ويضللون اجدادنا واباءنا وضللونا ايضا قذرونا بقذاراتهم لا تجعلوا من مراجع النجف أسوة لكم. هؤلاء أسوة طالحة، أسوة ضالة. هذه عقيدة لا مجاملة فيها. فهذا العنوان استقيته من أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. إنه آخرُ أوصياء جده ابراهيم وهو نبي من الأنبياء بحسب الظاهر لم تنتهي حجيته بحسب الظاهر حين أقول بحسب الظاهر لا أتحدث عن ظاهر أفهمه أنا وإنما بحسب ظواهر الأمور التي تجري في انظمه الديانات بين الناس بحسب الظاهر فان حجيته كانت ثابته وموجوده لكنها انطوت في حجيه محمد صلى الله عليه واله بعد بعثته وانطوت في حجيه علي ولده بعد ان نصب النبي عليا وزيرا واماما من بعده حينما جمع بني هاشم بعد ان جاء القران يامر بانذار عشيرته الاقربين الوقائع التي حدثت في بدايات بعثه نبينا صلى الله عليه واله والا فكل الانبياء طرا هم محجوجون بنبوه نبينا ظاهرا وباطنا لكنني اشرت الى حجيه نبوته بحسب ظواهر تنظيم امور الاديان بين الخلق والا فكل الانبياء هم شيعه لمحمد صلى الله عليه واله ولا تعلو حجيه لهم في اي حال من الاحوال على حجيه محمد صلى الله عليه واله ولا تعلو لهم حجيه على حجيه علي والائمه المعصومين من فاطمه الى القائم المهدي هذا موضوع خارج عن بحثنا لكنني اشرت اليه لان الكلام اخذني الى فناء ابي طالب صلوات الله وسلامه عليه الذي نقل لنا كلام ابي طالب اتعلمون من محمد المصطفى فانا اخذت هذا المصطلح من شفاه محمد المصطفى وهو يحدثنا عن عمه ابي طالب من هنا جئتكم بهذا المصطلح انا لست كعرفاء الشيعه يذهبون الى مزبله ابن عربي وياتونكم بكل قذاره ولست كمراجعي حوزة الطوسي يذهبون إلى مزبلة سقيفة بني ساعده ويأتونكم بكل قذارة أنا آتيكم باللبن من ضرع أمه قطعا بقدر ما استطيع آتيكم باللبن من ضرع أمه الرواية مفصلة ومفصلة جدا نقلها لنا جابر بن عبد الله الانصاري عن رسول الله صلى الله عليه واله عن ابي طالب صلوات الله عليه والد امير المؤمنين وكان هذا الكلام الذي تكلم به ابو طالب كما قلت لكم قبل الهجره بل قبل البعثه بل قبل ولاده امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه الروايه نقلها بتفاصيلها الفتال النيسابوري في كتابه روضه الواعظين الفتال النيسابوري قتل سنه خمسميه وثمانيه قتله حاكم نيسابور والروايه نقلها الشيخ المجلسي في الجزء الخامس والثلاثين من بحار الانوار والطبعه هذه طبعه دار احياء التراث العربي بيروت لبنان الروايه طويله الروايه تبدا في الصفحه العاشره من الجزء الخامس والثلاثين من بحار الانوار وتستمر هذه الروايه الطويله الى الصفحه السادسه بعد العاشره من صفحه عشره الى صفحه سته عشر روايه طويله مفصله اذهب الى موطن الحاجه صفحة 12 في الصفحة الثانية بعد العاشرة رسول الله يحدث جابرا الانصاري عن تفاصيل ووقائع إلى أن دعا أبو طالب بهذا الدعاء فقال هذا الكلام من شفاه رسول الله يحدثنا عن عمه ابي طالب هكذا دعا ابو طالب بهذه الكلمات: الهي وسيدي اسالك بالمحمدية المحموده وبالعلوية العاليه وبالفاطميه البيضاء أئمة الأئمة ما أنا قلت لكم حين حدثتكم عن إمامة فاطمة قلت لكم كل ثقافتنا كل معطياتنا كل معارفنا كل ما عندنا في القرآن وفي حديثهم يتحدث عن هذه الحقيقة عن أئمة الأئمة محمد علي فاطمه هذا دعاء ابي طالب في العصر الجاهلي قبل الهجره قبل البعثه قبل ولاده امير المؤمنين هذه الحقيقه تتجلى اذا ما رجعتم الى الروايه وقراتم تفاصيلها ستعرفون من ان ابا طالب دعا بهذه الكلمات قبل الهجره بل قبل البعثه وقبل ولاده الامير الهي وسيدي اسالك بالمحمديه المحموده وبالعلويه العاليه وبالفاطميه البيضاء هذه هي عناوين الحقيقة المحمدية، والحقيقة العلوية، والحقيقة الفاطمية، قلت لكم: إنني آتيكم باللبن من ضرع أمة. أنا لست صافيا ومصفا. وأقول هذا بكل تأكيد فقذارات مراجع النجف تعشعش في راسي وقلبي فأنا واحد منكم أنا ابن هذه الثقافة القذرة بقذارات حوزة النجف أنا لست صافيا ولست مصفا أقول هذا بكل تأكيد وأقول هذا لا تواضعا وأقول هذا لا لتسويق اعلامي معين انها الحقيقه التي انطق بها لكنني احاول ان اضع بين ايديكم الحقائق الصافيه المصفاه وهذا جزء منها فها هو أبو طالب يحدثنا عن الحقيقة المحمدية وعن الحقيقة العلوية وعن الحقيقة الفاطمية إلهي وسيدي أسألك بالمحمدية المحمودة وبالعلوية العالية هذا كله قبل ولادة الأمير وقبل ولادة فاطمة وقبل الهجرة وقبل البعثة إلهي وسيدي أسألك بالمحمدية المحمودة وبالعلوية العالية وبالفاطمية البيضاء إلا تفضلت على تهامة وتهامة هي الحجاز إلا تفضلت على تهامة قطعا لا تطلق على الحجاز كله انها مكه وما حواليها بالنتيجه تهامه عنوان من عناوين الحجاز الا تفضلت على تهامه بالرافه والرحمه رسول الله يقول صلى الله عليه واله يقسم رسول الله فوالذي فلق الحبة وبرأ النسمة لقد كانت العرب قبل البعثة وقبل الهجرة بعد أن نطقت شفاه أبي طالب بهذه الكلمات بمسمع من قريش وبمسمع من العرب النبي الاعظم يقول: فوالذي فلق الحبه وبرأ النسمه، لقد كانت العرب تكتب هذه الكلمات فتدعو بها عند شدائدها في الجاهليه وهي لا تعلمها ولا تعرف حقيقتها. حقيقتها هي هذه الحقيقه المحمديه. الحقيقه العلويه الحقيقه الفاطميه فوالذي فلق الحبه وبرا النسمه لقد كانت العرب تكتب هذه الكلمات فتدعو بها عند شدائدها في الجاهليه وهي لا تعلمها ولا تعرف حقيقتها لماذا كانت العرب تفعل هذا لأن بلاء حل في تهامه وما رفع هذا البلاء إلا بدعاء أبي طالب بهذه الكلمات فلما رأت الناس أن البلاء دفع عنها بكلمات أبي طالب هذه كتبوها وراحوا يرددونها عند شدائدهم وان كانوا لا يعرفون حقيقتها تفاصيل هذه الواقعه ذكرت في هذه الروايه الطويله لا اجد وقتا كي احدثكم عنها او ان اقرا الروايه انما ذكرت ما ذكرت كي تعرفوا من اين جئت بهذا المصطلح؟ من اين جئت بهذا العنوان حين استعمله؟ هل جئت به من ابن عربي؟ أم أنني جئت به من العيون الصافية؟ ابن عربي أخذه سرقه من العيون الصافية من جاء بالقول البليغ فناخل عنكم مثلما نقلت عنهم وإلا فهو منهم سارق فابن عربي هو الذي سرق سرق منا من عيوننا الصافية جئتكم به من العيون الصافية المصفات نذهب الى فاصل